رابطة الأندية بتقيم مراسم قرعة الدوري خارج أسوار الاتحاد المصري لكرة القدم. قال المسؤولين أنه تم الاتفاق على اتخاذ مقر مستقل للرابطة خارج اتحاد كرة القدم حتى لا تحصل اللجنة المؤقتة لتدير الاتحاد على شرعية الإشراف على رابطة المحترفين. وعلى فكرة القرار ده قرار صائب جدا، بما أن رابطة الأندية هي كيان مستقل فيجب أن تكون كل تعاملاتها خارج الاتحاد المصري لكرة القدم. ده طبعا أستاذ أحمد دياب والكابتن عماد رئيس الرابطة والكابتن عماد متعب نائب رئيس الرابطة و الأستاذ شريف صالح عضو الرابطة. وقال أيضا شريف صالح عضو الرابطة وضع جدول الدوري الجديد على مرحلتين ولا تأجيلات. ماشي، أتمنى يا رب أن يحصل كده.